ارجع لحضراتكم. ويعني الكلام عن فكره ان مصر معنيه بانها تعمل مؤتمر ومعرض كبير في هذا القطاع اعتقد هي الاولى بهذا الامر، لانه مصر زي ما قلنا هي المفروض اللي تعمل الاحتضان العربي، وكمان مصر بوابه لافريقيا والسوق الافريقي الكبير. ف ايه اللي ممكن تتخيله يعود على النفع على الوطن العربي وافريقيا من اقامه مصر تحديدا لمعرض ومؤتمر بالشكل ده؟ الحقيقه توطين الصناعه الطبيه شيء رئيسي وهام جدا يعود على مصر بالشيء الخاص من انشاء المصانع. مصر فيها ايجابيات للاستثمار، ايدي العامله متوفره، مظبوط، البنيه التحتيه واللوجستيك كبيره، أكثر من 15 ميناء تجاري متواجد فيها. مصر حاضنة للصناعة. صحيح. فإنشاء مصانع طبية، ولا يخفيكم أن مصر بوابة الفريق العالم الأفريقي. مظبوط. وبوابة الدول العربية عن طريق مصر للدول الأفريقية. صحيح. ولا والسوق الأفريقي كبير، كبير على 52 دولة. 52 دولة وإضافة مصر أكثر من 90 مليون. مظبوط. فأمر ليس بالهين. مظبوط. يجب أن نتضافر، ودائما المستثمر يبحث عن الفرص. صح. فحقيقة مصر في التعديلات الأخيرة اللي صدرت صارت جاذبة للاستثمار. هي أصبحت فرصة استثمارية. فرصة استثمارية، وهي أركان الاستثمار: بيئة آمنة، سياسة آمنة، فرص ثرية بالاستثمار تقطب الاستثمار، وقوانين، ويوجد القوانين الرادعة لحماية المستثمر. ده كلام مظبوط. صحيح. سمي، ايه اللي مختلف في المؤتمر والمعرض السنه دي عن اللي حضرتوه السنه اللي فاتت؟ انا عرفت من الشركه المنظمه خبر كويس قوي ان احدى الشركات المساهمه في المؤتمر قامت بدعوه رئيس بنك الدم السويسري، ان شاء الله هيكون موجود ان شاء الله على شرف المؤتمر. كمان للشركه المنظمه عرفت ان هي قامت بدعوه عدد من وزراء الصحة الأفارقة والعرب، إن شاء الله يكونوا موجودين، وده هيكون من المؤكد أنه هو إضافة كبيرة وثقة كبير للمؤتمر. كمان هم جايبين سبيكرز على مستوى عالي جدا السنة دي إن شاء الله، ويعني خلاص يعني اللي عرفته منهم إن شاء الله الشهادات كلها يعني هتبقى معتمدة. صحيح. لكل المشاركين في المؤتمر اكريديتد، وهو اوريدي المؤتمر كمان على الاجنده الدوليه. فهم ماشيين على محاور مختلفه، منها دعوه وزراء الصحه، وكمان دعوه سبيكرز على مستوى عالي جدا ان شاء الله لنقل كل ما هو جديد في المجال الطبي لمصر. القصه في مساله، وانا معني جدا بالنقطه اللي حضرتك ذكرتها، فكره توطين الصناعه والتركيز على الصناعات الطبيه، لانها اولا مهمة ولها علاقة كمان بالأمن القومي، حفاظ على صحة المواطنين العرب، ولها علاقة كمان بأنها جدواها الاقتصادية ممتازة. إحنا اللي ينقصنا عن الغرب عشان يبقى عندنا صناعات طبية؟ لأن أنا لما قعدت خلال الفترة اللي فاتت وكان ليا لقاءات على هامش المعرض مع مجموعة من المتخصصين، إحنا معظم المواد الخام عندنا، ومعظم الأشياء والمواد اللي بتستخدم في هذه الصناعات حتى التكميلية موجودة عندنا. فماذا ينقصنا عشان يبقى عندنا صناعات طبيه قويه؟ احنا ينقصنا حب اوطاننا. يا سلام. الاراده. احنا مستثمرين في العالم الاوروبي بشكل كبير. صحيح. لا ينقصنا، احنا ينقصنا قوه وقوانين. دولنا تشرع القوانين التي تحمي المستثمر، المستثمر يرقى بحمايه قانونيه لاستثماراته. فالان دولنا ماشيه على الطريق السليم، سواء جميع دول مصر والسعودية، تغيير القوانين الاستثمارية، تغيير القانون المصري الآن، تغيير القانون صار بيئة جاذبة للاستثمار. طبعا. يعني حقيقة يعني أنا الآن ندير محفظة استثمارية بأكثر من 200 مليون دولار للاستثمار في مصر في المجال الطبي بالأخص. ما شاء الله. الآن فالملايين هذه لم تأتي عبث. صحيح. وجود بيئة قاطبة للاستثمار، قوانين الاستثمار أصبحت جاذبة وبتحمي المستثمر وبتضمن له الحفاظ على حقوقه والخروج الآمن كمان وقتما يخرج. هذا اللي سعت اليه الحكومة المصرية. ممكن. الآن الاستثمار، أنت بيوم تستثمر. صحيح. بيوم تنهي إجراءاتك الاستثمارية من تسجيل شركة، تسهيل بنوك. صحيح. إجراءات والأيدي العاملة لا نستهان فيها. والمؤتمر والمعرض حيبقى فرصة عشان لقاء الأشقاء العرب والأفارقة مع المصريين لخلق شراكات، التكامل بقى فيما بينهم. أرجع لمصب كلمتك، كيف نقدر إحنا نسوي؟ أيوة. بالتحالفات.
والشراكات صحيح. صحيح عقول النوهاو موجود الاستثمار موجود. المشكله كلها يا فندم والله يعني الواحد في بعض الاحيان بيتالم لانه بتلاقي ميزه نسبيه في السعوديه وميزه اخرى نسبيه في مصر وميزه نسبيه في الامارات وميزه نسبيه في المغرب وميزه نسبيه في السودان. لو تكاملت هذه المزايا مع بعضها سنستغني عن كل ما نستورده من الغرب، سنستغني استغناء كامل. استاذ ايمن لا تروح بعيد، الان في اوروبا في اكبر المستشفيات كلهم اغلبهم عرب. صحيح. انا في كنت في مستشفى في المانيا في ميونخ رئيس القسم عربي. يعني من يعني المصريين والعرب متواجدين في المستشفيات جداً العالميه. بقول لحضرتك الخامات يعني مش نقص والكوادر البشريه موجوده. موجوده. انا بس زي ما حضرتك قلت الاراده والتكامل عن طريق التحالفات. صحيح. والتحالف يعني المؤتمر المعرض مهم جدا. صحيح. لقاء الشركات الاستثماريه لعمل شراكات تكمله النواقص عمل استثمار يحقق بالريع الاول هو امن قومي مهم جدا. مظبوط. حضرتك ممكن تقول لي المعرض معرض طبي على هامش مؤتمر طبي بالقيمه دي ازاي يبقى تقيل ازاي يبقى قوي؟ يعني لما نعمل ايه علشان يبقى عندنا معرض قوي كل الشركات الكبرى تبقى تسعى اليه؟ هو المعرض زي ما عرفت في الدوره الحاليه هو هيشترك فيه كبرى الشركات العالميه العامله في المجال الطبي. تمام. فوجود مجرد وجود الشركات الطبيه العالميه دي ده بيدي اكيد تقل كبير جدا للمؤتمر وللمعرض. صحيح. الحاجة التانية كمان ان هو المعرض ان شاء الله يعني اتمنى يعني ان الادارة المنظمة للمعرض او الشركة المنظمة للمعرض ان هي ولو تعلن عن جهاز جديد في مجال القطاع الطبي. أيه. في دول كتير يعني بتعمل معارض طبية مجرد اعلان عن جهاز جديد في المجال الطبي المؤتمر المعرض في حتة تانية في منطقة خالص. تانية خالص في منطقة جديدة خالص. كمان المؤتمر ممكن يعمل يعني ندوات استثمارية. أنا بدعو يعني الشركة المنظمة أن هي تسعى لده أن هي تعمل ندوات للمستثمرين عشان توريهم إيه أهمية الاستثمار في مصر في المجال الطبي خصيصا. أي. يعني وأنا اسمح لي يعني أن أنا بس أضيف في الموضوع ده حاجة مهمة جدا أنه حاليا القطاع الطبي على مستوى العالم هو القطاع رقم 3 في مستوى العائد على الاستثمار.